مساء الخير أصحاب المعالي، السادة الوزراء، السيدات الوزراء، السيد رئيس جامعة الأزهر، السادة الصغراء، الجمهور الكريم، أسعدتم مساء. نلتقي اليوم في افتتاح هذه الدورة الهامة من دورات مهرجان الموسيقى العربية الذي يكمل عامه القادم ربع قرن. وأن يكمل مهرجانا فنيا على هذا المستوى ربع قرن حدث ينبغي أن نقف عنده بإجلال، لأنه يعني أن الفن الرصين والفن الرفيع لا زال له مكان ومكان كبير ومتسع، يتسع ويزداد ويتعمق بيننا يوما بعد يوم. وأن نلتقي حول الموسيقى العربية يعني أننا نلتقي حول جزء من تراثنا العربي والإسلامي الذي يضم الفن، يضم الزريات وأبو إسحاق الموصلي وغيرهما وغيرهما. لأن هناك فريق مع الأسف الشديد منا صوروا للعالم أن هذا التراث، التراث العربي والإسلامي، لا يعرف سوى القتل والدم، لكننا نقول أن هذا التراث مليء بالإبداع والفن، عرف الفنانين والفنانات. وأظن أن من يراجع موسوعة الأصفهاني الأغاني أو من يرجع إلى كتب التاريخ لابن إياس والجبرتي وابن فخر بغدي والمقريزي وعشرات غيرهم سوف يدرك أن الفن كان دائما والموسيقى كانت دائما جزءا من وجدان الإنسان المصري والإنسان العربي.